انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. اول ديفلي حبيت اطلع فيه بهويتي، يعني باللبس العربي السعودي. احنا تقريبا كلنا العرب بنلبس زي بعض، يعني اذا كان بنقول بنحجاب او بنحاول نتستر بطريقة انه ما نبين كثير من مكاسيم جسمنا او معالمها. كل بلد لها هويتها، يعني مصر لها هوية ممكن لازم تبرز في دول برا، إلا ما لها طريقة معينة في اللبس، إلا ما للمغرب طريقة معينة في اللبس، إلا السعودية برضو لها طريقة معينة في اللبس. فأنا حبيت أول ما أطلع بهوية المرأة السعودية العربية، كان عرضي للعباية، وحبيت أغير فكر يعني تأخذ بطريقة غلط عن العباية. يعني دائما يقول لك العباية هي قطعة سودة وحشة، أنا إزاي أروح حفلة فيها؟ فمضطرة أني أشيل العباية وأبقى بلبسي. لا، أنا هخليك تبقي بالعباية وحتكوني مبسوطة جدا وقب في الشياكة ولا تقل عن أي دور أزياء أوروبية. فكنت عارضة طبعا 15 عباية، يمكن كل عباية كانت تحفة من التحف تحاكي أفخم دور الأزياء الأوروبية. وهذه مش أنا يعني من ثقة في نفسي، لا، هذه كمان من ردة فعل الناس اللي موجودة في الحفل. نفس الشيء أنا يمكن نزلت بأغنية سعودية عشان برضو أنا هويتي. هذه كانت أول خطوة في القاهرة، عملتها في 2 يعني عروض أزياء في نفس الفترة. الخطوة الثانية، أوكي، أمي معزوز مميزة بالعباية الخليجية، أنا حتى في العباية الخليجية يمكن مميزة حتى في الخليج بعباية أمي معزوز المختلفة. بعد كده قلت لا، الناس لازم تعرف أن أمي ما بتعمل كده بتعمل كده. فعملت مجموعة كبيرة من الكتيور، لأني أنا أوريدي عندي بوتيك في السعودية الآن وببيع فيه قطع كتيور عالية جداً، والحمد لله. يعني يمكن اللي عايز مثلا يلبس حاجة مميزة بيعرف يجي عند أمي عشان تعمله على حسب جسمه شكله سنه وضعه مكان الحفلة. فعملت قطع كتيور وعملت برضو العباية بحيث إنها هويتي لا تتنسى، لازم تكون موجودة. فالحمد لله في كل الديفليهات اللي عملتها هنا لقت يعني استحسان الجميع، وما أقول انبهار، ولكن كانت خطوة حلوة جدا. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انت وبس.com.